طبعا من اللاعبين الجيدين طبعا هي هنا هدف التعادل مثل ما حكينا محمد غدار برأسه. طبعا هناك كان خروج خاطئ، يعني برأيي خروج بتوقيت خاطئ لحارس مرمى الطليعة. لكن إذا بنشوف الطليعة طبعا ب 12 مباراة لعب، حاليا له مباراة مؤجلة مع الاتحاد على أرضه، هي مباراة مهمة جدا بالنسبة له الفوز فيها، يعني